صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله قدام بالميراس البرازيلي في مباراه تحديد المركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون الساعه 5 بالليل في قطر اللي بتستضيف بطوله كاس العالم، وبعدها هيكون النهائي بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكي. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو عنده قائمه كبيره من الغيابات، سواء الثنائي حسين الشحات او محمود كهربا الموقوفين بقرار من الفيفا لعدم اتباع تعليمات الاجراءات الاحترازيه، وكمان علي معلول اللي اصيب في مباراه بايرن ميونخ وما قدرش يكمل المباراه وقتها. طب مستر بيتسو موسيماني هيعمل ايه النهارده؟ مستر بيتسو استقر بشكل كبير على البودلة اللي هيلعبوا مكان التلاتة، وهيكون ياسر ابراهيم هو اللي موجود مكان علي معلول، هيلعب في قلب الدفاع جنب بدر بنون، وايمن اشرف هيرحل لناحيه الشمال، ومكان الشحات وكهربا هيكون موجود والتر بواليا كراس حربه، ومعاه كمان محمد شريف اللي هيلعب في مركز الجناح، وجنبهم طبعا هيكون موجود طاهر اللي لعب الماتش اللي فات وكان مؤدي بشكل كويس جدا، ومعاهم كمان قفشه. الحقيقه فريقنا بيدخل الماتش النهارده وهو قدامه هدف انه يعادل انجاز الجيل الذهبي للنادي الاهلي في 2006 اللي حقق المركز الثالث برضه، ولو ما قدرش يحقق ده هيكون المركز الرابع، وده اللي عملناه في 2012 كتاني اهم انجاز في تاريخ النادي الاهلي في البطوله العالميه دي. طيب فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو عنده كذا حاجه ممكن بيفكر فيها، الفوز والمركز الثالث او الخساره والمركز الرابع اللي ما بنتمنهاش طبعا ان هي تحصل في ماتش النهارده، لكن عايزين نقول ان فرقه بالميراس البرازيليه دي فرقه يعني هي مش بتقدم كره حلوه قوي، ومش يعني ما فيهاش مواصفات الفرق البرازيليه اللي بنخاف منها دايما، لكن عندهم عنصر قوه رهيب جدا هو حارس مرمى الفريق ده، حارس المرمى وفيرتون حارس يعني الحقيقه مرعب بشكل كبير جدا، وبنتمنى ان شاء الله التوفيق للاعيبتنا قدامهم، لكن لو ما حصلش دوت وما كناش موفقين اللي ممكن نشوفه عادي جدا هنطلع مركز رابع، و يعني هيبقى انجاز برضو بنعادل انجاز 2012، طبعا مش احسن حاجه، لكن انت هتبقى رابع العالم وبتحقق انجاز كبير في اول مشاركه للجيل ده في بطوله كاس العالم للانديه. بنتمنى طبعا الجيل ده يرجع السنه الجايه ان شاء الله مره ثانيه، ويكون عنده خبرات اكتر اكتسبها من المشاركه في البطوله دي، وكمان مواجهه بايرن ميونخ العملاق اللي المباراه انتهت بهزيمتنا بهدفين دون رد. طب لو هنتكلم على ماتش بايرن ميونخ، ماتش بايرن ميونخ الحقيقه احنا كنا يعني ما استحوذناش على الكره، ما لعبناش كره هجوميه، ما عملناش خطوره على مرمى مانويل نوير، وده الحقيقه امر منطقي جدا، انت بتلاعب بطل اوروبا، بطل الثلاثيه، فريق بيلعب على السداسيه السنه دي، وكمان جيل ذهبي بالنسبه لبايرن يعتبر في افضل حالاته في التوقيت ده. طبعا في اساطير كتير اتكلموا عن النادي الاهلي في مؤتمر اساطير الفيفا اللي اتعمل بعد ماتش بايرن ميونخ، والحقيقه الناس كلها اشادت باداء النادي الاهلي وان هو قدر يصمد قدام بايرن ميونخ. طبعا في كلام على ان الاهلي يعني ما عملش ماتش كبير وكان شكله وحش والكلام ده كله، عايز اقول لهم يا جماعه احنا كنا بنلعب بايرن ميونخ والنهارده هنلاعب فرقه برازيليه بطل امريكا اللاتينيه، يعني معقل الكوره برضه، وجيل كمان يعني خبراته مش كبيره وانجازاته لسه في بدايتها، ومدرب لسه بيبتدي مشواره مع الفريق، وتلقى هزيمة واحدة بس في 23 مباراة خاضها مع الفريق من أكتوبر لما تم تعيينه لحد دلوقتي. كل الدعم طبعا لفرقتنا وكل التوفيق للنادي الأهلي في ماتش النهاردة، وإن شاء الله يرجعوا لنا من قطر بالمركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية، ويلا يا أهلي.